معانا نيكوديموس عبر زوم. نيكوديموس بابا فاسيليو طبعا لاعب نيوكاسل يونايتد السابق معانا على زوم. طبعا بنرحب بيه على قناه النادي الاهلي في برنامج المحترف، وبنقول له مساء الخير اولا، وعايزين نعرف كمان رايه طبعا في اكيد نجمنا محمد صلاح اللي كل العالم بيتكلم عليه، رؤيته ايه اللي محمد صلاح فيه يمكن الفتره اللي فاتت، وهل محمد صلاح فعلا يستحق عن جدارة الفوز بالبالندور لعام 2021؟ مبدئيا أود أن أشكركم شكرا جزيلا على أن أكون واستضافتي على هذه القناة، وهو من دواعي سروري أن أكون معكم وأن أتحدث معكم في مصر. فيما يتعلق بمحمد صلاح، بالتأكيد هو يستحق عن جدارة لقب لاعب العالم لأنه كان مميز للغاية، ويمكن أن أقول أنه أو أن الكثيرين كانوا ينظرون إليه ويتابعونه عن كثب، وقد وصل إلى مستوى مذهل في هذه المرحلة وفي مسيرته المهنية، وهذا جعله على مستوى ميسي ولاعبين كبار. وأعتقد أن محمد صلاح وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة اللاعب الأول في العالم. هو لاعب مميز ويتحسن بصورة كبيرة عام بعد عام، واستطاع أن يحرز أهداف كبيرة واستطاع أن يسجل أهداف رائعة، ورأينا أيضا كيف كان يتقدم عبر السنوات بصورة مذهلة. طبعا بما أنك كنت طبعا واحد من اللاعب في طبعا البريمير ليج ونيوكاسل، عايز برضو أعرف رأيك في طبعا ستيف بروس طبعا وإقالته الفنية من نيوكاسل خلال يمكن الأسبوع الأخير من الجولة ده، رأيك الفني إيه، ورأيك كمان في نيوكاسل كنادي بيخش مستثمر كبير بيرعى هذا النادي، شايف مستقبل نيوكاسل إيه الفترة اللي جاية؟ نعم بالتأكيد. أولا أنا سعيد للغاية للمالكين الجدد للنادي في هذه المرحلة، واللي يحدث تغيير، ربما تغيير في النادي. بالتأكيد نيوكاسل نادي كبير، وخلال السنوات التي عملت بها معهم ولعبت معهم كان ربما من أفضل السنوات التي كانت لنيوكاسل في البريمير ليج، وكان فريق مميز للغاية عندما كنت معهم. وفي هذا العام كانت هناك الكثير من التحديات أمام هذا النادي الكبير، وربما خلال 14 عام الماضية عندما كانت هناك قيادات مختلفة لم يستطع ربما يستطيع أن يجذب لاعبين كبار في هذه المرحلة. صحيح، يعني من وجهة نظره من وجهة نظره كمان مهم جدا نعرف رؤيته لنيوكاسل ايه المفروض يحصل في الفترة اللي جاية بعد وجود مستثمر كبير، ايه اللي شايفه ممكن التغييرات الواجب احداثها في نيوكاسل لعودة نيوكاسل يمكن المنافسة على البريمير ليج ووجودها كمان في مسابقات اوروبا اذا كان الدوري الاوروبي او الشامبيونز ليج. سيستطيع ان يكون واحد من افضل الانديه في المرحله القادمه، لا اشك في ذلك. نيوكاسل ربما هذا سيأخذ بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت وفي هذه المرحلة نيوكاسل يحارب من أجل أن يكون في مرتبة متقدمة، ربما هذا سيستغرق بعض الوقت. أولا في المرحلة القادمة سيحتاجون لجذب لاعبين جدد واللاعبين المميزين في الأماكن الصحيحة، وربما في السنوات القادمة نيوكاسل
بالتأكيد سيستطيع أن يصل إلى المرتبة التي يستحقها في المكان التي بها ربما ليفربول وتشيلسي، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها. بالتأكيد هذا سيحتاج إلى بعض السنوات ليصلوا إلى هذا المستوى وينتقلوا من مستوى إلى آخر في السنوات القادمة بالتأكيد. طيب أكيد يمكن كمان هو متابع بشكل كبير جدا يمكن الفيفا، يمكن عندها خلال الأسابيع أو الأيام القليلة القريبة خلال شهر ديسمبر هيكون في اجتماع مهم للفيفا لطبعا يعني هل إقامة كأس العالم خلال سنتين هتكون هو الاختيار الأفضل لكرة القدم العالمية من خلال طبعا الطرح اللي طرحه الفيفا بأن يكون كأس العالم كل سنتين، رأيه الفني في الجزئية دي، وهل هو طبعا هو كمان دلوقتي كمدير فني في الدوري الأبروسي، هل شايف ده في مصلحة الكرة العالمية؟ أعتقد أن هذا من السابق لأوان أن نتحدث عن هذا القرار، لأن كل مدرب ربما أحيانا يشتكي من بعض الضغوط التي تمارسها عليه، ولكن عندما يتم إقامة كأس العالم كل عامين لا أعرف ربما خاصة في أوروبا أين سيضع هذا الكرة بشكل عام، أين سيتم إقامة البطولات الأوروبية. من السابق لأوان ربما أن نفكر في ذلك، ولكن أعتقد سيترتب على هذا الكثير من المشاكل. أعتقد أنه يجب أن تكون على ما هي عليه الآن، لأن حتى الآن هناك الكثير من الأندية وربما هناك الكثير من المدربين يشتكون من الضغوط التي تمارس عليهم. بابا فاسيليو طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون في لقاءات أخرى.